السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي، سأروي لكم اليوم حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم ونشرحه قليلا، فلنبدأ ونتعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما الآن تعالوا فلنتكلم ونشرح الحديث. بداية، يجب علينا أن نحب لكل الأطفال ما نحب لنفسنا. مثلا، كما أتمنى لنفسي أن أنجح، أتمنى لرفاقي أن ينجحوا. كما ألبس اللبس الجميل، أتمنى لهم مثلي. كما أحب أن أكل الطعام اللذيذ، أحب أن يأكلون مثلي. والذين لا يستطيعون شراءه، إن كان بإمكاني ساعدتهم. كما أنه يجب أن نصبر على الذين يأذونا، بدلا أن نشكيهم وننصحهم بأن يصلحوا حالهم. ويجب علينا أيضا زيارة المريض. وفي ختام حديثي يا أحبائي، أتمنى لكم الصحة الدائمة وأياما سعيدة.